ناظر. انا الناظر؟ ما انا لازم اكون ناظر. لازم اكون ناظر، انا مسؤول عن اخطر جهاز في كره القدم هو جهاز التحكيم، لازم ابقى ناظر. بس لكن انا بحترم الانديه كلها، بحترم الناس كلها، احترم رؤساء الانديه، التعامل مع عمري في حياتي ما كان فيه يعني حضرتك تتفق معاه في الـ في الـ في الـ في الـ ايوه التصفيق. انت ممكن الناظر والتلميذ في التحكيم، يعني في انت في التحكيم، انا في التحكيم ناظر والمفروض النادي تلميذ لان هم ما عندهمش يعني حضرتك تتفق على المنطق، اتفق لو في المنطق ده ماشي. الناظر والتلميذ في التحكيم طيب. مش في اي حاجه ثانيه، لكن طبعا ليهم كل التقدير والاحترام. جهاد جريش، جمال غندور ذبحني، رجل ظالم ويحاربني وعايز حقي، هو جاد قال كده؟ ايوه يعني هو قال عليا انا رجل ظالم. انا مشوف على فكره اول مره اشوف التصريح. ايوه دي التصريحات، لا اول مره اشوف التصريح دوت. انا ردي عليه هقول له عيب، عيب عليك. عيب عليك. ارد عليه واقول له ما عنديش سبب احاربك عشان انا عملت وانا حكم اللي يكفيني افضل عايش طول عمري بيه في قمه السعاده اللي خلقها ربنا، ومش فلوس ولا ثروات، لا انجازات. اسم طبعا. انجازات، لا انجازات بالارقام في كل البطولات، حكمت في كل البطولات في العالم. فبقول له عيب عليك، لان جمال الغندور هو اللي طلع جهاد جريشه، وهو اللي استغفر الله العظيم يا رب من الكلمه دي، هو اللي ادى الفرصه لجهاد جريشه عشان يكون حكم كبير. فانا اول مره اشوف التصريح ده وبقول له عيب، عيب عليك. اللي بعده ايه؟ راح اعرف ده بقى ايه ده بقى؟ بعد منع فيسبوك الحكام تنشئ جروب واتساب للهجوم على اللجنه. حكام تنشئ جروب واتساب جروب على الواتساب. الحكام دلوقتي ولا وانا موجود؟ انت حضرتك في وجود حضرتك منعتهم من الفيسبوك، ان هم الفيسبوك، فعملوا جروب على الواتساب كانوا بيكتبوا رايهم الكلام. انا لو شفته هحاسبهم على اللي هم بيكتبوا. لكن انا ما شفتش، انا هشوف ازاي جروب. لكن حضرتك لو شفته كنت هتحاسبه طبعا. اصل هو 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 اصلا هو دوره يحكم. لا هو مش كده بس، لا هو اصلا ممنوع، الفيفا يمنع الحكام انها تنتقد بعضها او تنتقد المسؤولين. ممنوع. مش بس في الامور الفنيه على فكره، شوف بعض الناس يقول لك في الامور الفنيه، لا هو انت ممنوع تنتقد حد. وعشان كده اي حد بيتجاوز بيتحول للتحقيق وبيتم التحقيق معاه وبيتم عقابه طبقا للائحه الحكام. طيب اللي بعده. يا ما زهقتوش من الكلام ده بقى؟ انا مش عارف الناس ما زهقتش من الكلام ده. هقول لك على حاجه. هقول لك على حاجه. طب حلها ايه؟ نخليهم يعني مثلا واحد عايز يبقى زي والده حقه، وبيجتهد حقه، وبيبقى شاطر حقه، وعايز يبقى زي والده. وبعدين بيجي والده يبقى مسؤول، لما يجي والده يبقى مسؤول هو يقعد في البيت؟ لا. ولا والده يقعد في البيت على طول ما يبقاش مسؤول؟ لا. طب شوفوا لنا حل وقولوا لنا عليه. كل واحد بدراعه. شوفوا لنا حل وقولوا لنا عليه. مفيش حد بينزل مع حد الملعب. صح. لو انا ابني انزل معاه الملعب عشان اخليه يبقى زيي واحسن مني هعملها. لو اقدر انزل معاه الملعب. انما الحقيقه الموضوع بقى بايخ وبقى زائد عن الحد، يعني ما الناس ما تزهقش منه، ما فيش مشكله. ايه ده بقى؟ مش عارف اقراها بعيده شويه. لست الوحيد جمال الغندور، الوسط الرياضي مليان ابناء عاملين، نفس كلامك اللي انت قلته دلوقتي. يعني انا اللي قلت ده؟ مش غير كده يعني بغض النظر والله حتى لو الحكام، بس يعني هتخليني مش عايز انا اتكلم عن حد، بس هو دي حقيقه. لكن النهارده الكابتن العظيم حازم امام ابن مين؟ حماده امام. هو حماده امام هو اللي خلى حازم يبقى لعيب كوره ولا الموهبه اللي ربنا سبحانه ولا الشريف اكرامي مع كابتن امام ولا الشريف؟ انا مش عايز بقى نقعد نتكلم اشمعنى يا جماعه. بلاش بقى، خلينا نخش في الحكام. هو سمير عثمان الحكم الكبير ده الرائع، مش ده ابن محمود عثمان؟ واكيد محمود عثمان دخله التحكيم. صح. ياسر عبد الرؤوف يا جماعه، ده انا جمال الغندور، اسمي جمال الغندور، عملت تاريخ كبير في التحكيم في البلد دي. فلما ابني يطلع حكم ولا ابن اخويا يطلع حكم، دي حاجه كويسه ان هو عايز يبقى زيي، يعني دي حاجه كويسه على فكره. انا يعني انا عملت تاريخ للتحكيم. ابن حكم كويس؟ هم بيقولوا عليه حكم كويس. واحمد حكم كويس؟ انت اللي تقول. انا احمد حكم دولي وموجود زي فوزت. ايوه انا ما قلتش حضرتك موجود. حكام انا لا اقدر اضمنه لك ولا اقدر اقول لك عليه. ان هم طالعين واخدين مني اللي يشوفوه يحسبوه. وده اللي كنت بعمله. رعيتهم اكتر ولا رعيت
ابراهيم نور الدين اكتر. ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين اكتر واحد انا وقفت معاه في حياتي. في البدايات. انت عارف ابراهيم نور، انت عارف انا حكمت اول ماتش في الدوري الممتاز بعد ما بقيت درجه اولى بسنه ونص. انت عارف انا خليت ابراهيم نور الدين يحكم وهو درجه ثالثه. كان 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 شوبير نائب رئيس الاتحاد وقرا الاسماء اللي نازله، انت حرام عليك انت هتشيل الاتحاد ده بيقولوا عليه حكم درجه ثالثه. قلت له بس اتفرج على الماتش، كان ماتش المقاولين ها والمصري. المقاولين والمصري في الدوري الممتاز وهو درجه ثالثه. انا برغم ان كانوا بيقولوا عليا يعني كنت موهوب في التحكيم اول ما طلعت وكده، انا ما حدش اداني فرصه احكم وانا درجه ثانيه، ما حكمتش الا لما بقيت درجه اولى.